احكي احكي ماما. السلام عليكم. السلام. ماما بأي مكان جاي؟ احنا من القائم من اربيل لاجئين. نعم نعم الحمد لله. جيت على ملي علي وشفيت. شنو مرض مالتك؟ مالي ربو. ربو كم سنه كان عندي ربو؟ مالي 3 سنين. الله اكبر. احنا اخذ منك فلوس شي يمي؟ اعطيتني فلوس هنا انا. انت؟ اي اعطيت بس ابو العلاج. اي اعطيت فلوس يمي بالمستشفى؟ لا لا لا. اي هسه كم سنة كان عندي ربو؟ 3 سنين. شو تنصح الناس اللي بيهم ربو؟ والله أدعيهم يجون على ملي عالي. الله أكبر. ماما 3 سنوات كان عنده ربو، ربو العالي شفاه ورسيته ابنه. نعم من زمان كان يراجع طبيعي. اي نعم من زمان. بدون فايدة أستاذ. أبدا. هسه أمي ربو رحمه. نعم. أنا ومعجزة القرآن أريد كل الناس يرجع إلى القرآن والسنة والصلاة. ودعيكم ربو يا أستاذ صار فاش مالوينا. خمش لك لايك مع السنة في ربو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء. السلام عليكم ورحمة الله.